عندما تعشق الشوكولاتة وتذوب في حلاوتها، ومن حب الشوكولاتة حدد العالم يوم 7 يوليو من كل عام يوما للاحتفاء باليوم العالمي للشوكولاتة، وهو احتفال سنوي يقام خلاله الكثير من المهرجانات في العديد من أصقاع الكرة الأرضية، وتؤكل فيه كميات وفيرة من تلك المادة الداكنة اللون في أغلب منتجاتها. أطلق اليوم العالمي للشوكولاتة في العام 2009 للاحتفال بالذكرى السنوية لإدخال الشوكولاتة إلى أوروبا في العام 1550، وفي هذا العام كانت الشوكولاتة متوفرة بشكل أساسي في بلدان محددة في أمريكا الجنوبية والوسطى مثل المكسيك، واستخدمت بذور الكاكاو كعملة أساسية للتبادل التجاري وسداد الضرائب. ويتفق العالم أن أول بلد في القارة العجوز وصلت إليه تلك المادة السحرية هي أسبانيا، وانتشر شراب الشوكولاتة بشكل كبير بين سكان أسبانيا لتبدأ في استيراد حبوب الكاكاو في العام 1585، وسرعان ما انتشر هوس الشوكولاتة في جميع أنحاء أوروبا، حيث انتشرت مزارع الكاكاو التي كان فيها آلاف العبيد، وسرعان ما ظهرت بيوت الشوكولاتة العصرية التي كانت تقدم منتجاتها للأثرياء في جميع أنحاء لندن وأمستردام ومدن أوروبية أخرى، وتهيمن أوروبا على سوق الشوكولاتة في العالم بحصة تبلغ نحو 70%. رغم ذلك، إن المنتج الرئيسي للكاكاو هي أفريقيا التي تنتج أكثر من ثلثي ذلك المحصول، وتقدم كوت ديفوار لوحدها نصف إنتاج القارة السمراء. وترمز الشوكولاتة في ثقافة بعض الديانات إلى الفرح والرفاهية والاحتفال، مما يسمح للبعض بالهروب إلى عالم من الحلاوة والاستمتاع. وينصح البعض للاستمتاع باليوم العالمي لتلك المادة الغذائية، إذ يجب عليك أن تدلل نفسك بمجموعة متنوعة منها، أو تجريب نكهات جيدة، أو تناولها على شكل مشروب ساخن. ويؤكد باحثون أن للشوكولاتة الداكنة العديد من الفوائد الصحية، حيث تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة القوية، والأكثر فائدة فيها مركب الفالوفنيد الذي يساعد على مقاومة الالتهابات في الجسم وحماية الخلايا. وأثبتت الدراسات أن مضادات الأكسدة في الشوكولاتة الداكنة تخفض من ضغط الدم وتقلل من خطر التجلط وتزيد من صحة الدورة الدموية للقلب، وبالتالي فإنها تقلل من خطر الأمراض القلبية. ويؤكد باحثون أن للشوكولاتة الداكنة العديد من الفوائد الصحية، حيث تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة القوية، والأكثر فائدة فيها هو مركب الفولوفنيد الذي يساعد على مقاومة الالتهابات في الجسم وحماية الخلايا.